سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم هاد الكسره تاع الكوشه ولا خبز الدار، كل واحد كيفاش يسميها. صدقوني البنات ما تعجنوها، ما تكسروا راسكم، ما فيها تعب، ما حتى حاجه، سهله، تحضر في وقت قصير جدا، واهم حاجه راكم شفتوا الشكل تاعها ما شاء الله. دونك بلا ما نطولوا نروحوا الخطوات مع بعضنا البعض. دونك البنات واش نحتاجو هنايا؟ نحتاجو كاس تاع الحليب، دونك كاس تاع الليموناد عادي، تاع الحليب يكون دافي، من الاحسن الحليب تاعكم دفيوه. ونحتاج ايضا ملعقه كبيره من الخميره الفوريه، خميره الخبز عاديه اللي نعرفوها كامل. ونحتاج ايضا ملعقه كبيره من السكر هكا باش نعاونوا الخميره تاعنا باش تطلع عفوا. وهنايا البنات الكاس اللي خديتو به الحليب، انا خديت بالكاس تاع 250 مليلتر، دونك هذاك الكاس تاخذوا نصف الكميه الزيت. وعندنا ايضا نحتاج الى بيضه واحده. هنا البنات تخلطوا هاد المكونات كامل مع بعض، سواء بفورشات ولا بحكا فوي ولا اي حاجة عندكم. فوالا بعد ما خلطنا المكونات البنات، نجيبوا هنا كاس تاع السميد. دونك كاس تاع السميد، ومع كاس تاع السميد البنات نحطوا ملعقة صغيرة من الخميرة الكيميائية، دونك حوالي نصف كيس، الكيس تاع 10 غرام، نحطوا نصف الكيمياء من الخميره الكيميائيه، دونك لا لوفير شيميك. فوالا البنات نخلطوا كامل المكونات هادو، ما نعجنوها ما حتى شيء، نخليوها ندفيو الفور تاعنا، نحطوها ابار ونخليوها حتى يتضاعف الحجم تاعها. نجيو البنات هنايا بعد ما خلينا الخليط تاعنا ارتاح، راكم تشوفوا وضعف الحجم ديالو، نجيو نحبطوا هذيك، نحبطوا له الفوليوم تاعو، ونبداو نضيفو في الفرينه. ومن قبل ما ننساوش الملح البنات، لانه ما حطيناهاش. وهنايا حطينا شويه حبه سوداء، هذه في يدكم كيما تحبوا، هادو اللي كان عفوا. نبداو نحطو في لافارين البنات. لافارين هنايا انا حطيت حوالي كاس ونصف، نتوما سا ديبون الطحين تاعكم، مي ابيبخي كاس ونص. وتاني البنات خليوها شويه جاريه احسن، لانها قد ما تجيكم متلوقه، قد ما تجيكم تجيكم الكسره تاعكم تجيكم خفيفه، وتطلع لكم تاني كملاح. هنايا نجمعوا بيدينا، وعلى قلت لكم البنات ابيبخي هزت لي كاس ونص تاع الفرينه. فوالا هاي لك البنات. دونك هنايا نحطوها، دهنا البال تاعنا، نعود نحطوها طلع، شوفوا القوام تاعها، نخليوها حتى يضعف الحجم تاعها مليح، ونكملوا ان شاء الله. هنايا راكم تشوفوا بعد ما تضعف الحجم ندهنوا يدينا بالزيت، علاش؟ على خاطر الخليط تاعنا جاي جاري بزاف، دونك هكا ما تلتصق لكمش في يدكم. نحبطوا لها طلوع تاعها بهذه الطريقه، وتكونوا جبتوا سنيوه دونك دهنوها بشويه زيت الا كانت ما تلصقش، ولا كانت السنيوه تاعكم تلصق حطوا بابي كويسون، دونك حطوا ورق الطبخ هكا باش تقدروا تنحيوها عادي. نجيو البنات هنايا نصبوا الكسره تاعنا، يسيو تحطوا، قلت لكم بس العجينه تاعكم هي تلصق، حطوا شويه زيت هكا في يدكم باش تقدروا ديروها، دونك تصبتوها عادي وما تعذبكمش. هنا البنات نعاودوا نردوها للفوق ونخليوها تطلع حتى يدوب لها الحجم تاعها باش ندهنوها. ولا باغ اكزومبل تخافوا باش زعما تروحوا دهنوها ومن بعد البانس ولا تحبط لكم، ادهنوها وعاود رجعوها للفوق. هنايا بالنسبه واش احتاجنا باش ندهنوها، انا خديت هنا صفار بيضاء، شويه قهوه، دونك حطيت شويه كافي انستونتاني، وشويه حليب. نتوما الى عندكم قهوه تاع لابريس واجده ولا حطوا شويه هكا مع البيض. وبيان سور التزيين يرجع في اختياري، كل واحد واش عنده في الدار. انا توجور جي ساي هكا باش نحط هذو لي كران في الخبز، نحب ندخلهم بزاف، دونك هنايا حطيت شويه بودور لي كران دو لان، شويه جلجلان، وشويه حبه سوداء، وايضا شويه بودور عباد الشمس. دونك البنات نحطوا الكسره تاعنا تطيب في فور مسخن مسبقا على 180 درجه. وهاي لك الكسره تاعنا البنات، كيما راكم تشوفوا فيها، كيما يقولوا كيما يحب الخاطر، صدقوني راح تعجبكم. الحاجه اللي مليحه فيها انها ما تجيش كاع معجنه، وتجي خفيفه خفيفه ريشه، وميم طون سهله، دونك ما حين تعجنوا ما حين تكسروا راسكم ما والو. ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم البنات. ما تنساوش تخليوا لي دي بتي كومونتير هكا، وانا نقول لكم نتلاقاو في فرصه اخرى بحول الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.